يكون في خدمة القضية الفلسطينية، ولكن في نهاية الأمر حركة نعم. حماس لها حساباتها وهي تبني حساباتها على يعني قضايا الربح والخسارة فيما يخص هذا التنظيم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مخيمر أبو سعد أستاذ العلوم السياسية من غزة، ومعي الآن الأستاذة مجدة عبد البديع من جريدة الأهالي. برحب بحضرتك يا أستاذة مجدة. أهلا بكم. مواقف مصرية دائما مع القضية الفلسطينية سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، هل تغيرت الأمور؟ هل ستتعامل مصر بشكل مختلف مع ثوابتها سواء فيما يخص مواقفها الرسمية، أو هل ستختلف فيما يبدو من تعاطف الشعب المصري مع أهالي قطاع غزة؟ مصر هتفضل طول عمرها هي مصر، مصر هتفضل هي الدولة الكبرى في المنطقة اللي عندها رؤية استراتيجية للي بيحصل في المنطقة. مصر مهما تعمل حماس ومهما سرايا المقدس ولا كل هذه التنظيمات الإرهابية عملت جوه مصر، احنا بنقدر نفصل بين التنظيمات الإرهابية وأفعالها وبين الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة. هتفضل وبيأكدوا بمواقف المصرية دايما، يعني احنا دايما في اي عدوان على غزة بنطالب فورا بوقف هذا العدوان الاسرائيلي، لانه في النهاية بيضرب في الشعب الفلسطيني واللي بيعاني لما تتوقف محطة كهرباء مثلا النهاردة الساعة 12 او حاجة. نعم. ده بيضر الشعب الفلسطيني نفسه، لان ممكن منظمة حماس او بيت المقدس او كده يوفروا لنفسهم كهرباء خاصة ويعملوا لنفسهم كل الامكانيات اللي تخليهم عايشين، هم اصلا عايشين منفصلين عن الشعب الفلسطيني في غزة يعني. وانا بطالب الشعب في غزة بانه فعلا يتمرد على هذه السلطة، لان هي كنت هسألك نفس السؤال، لماذا لا يثور على حماس التي تجعله هيثور. يقع تحت هذا الحصار؟ ان شاء الله هيثور في لحظة معينة وحيرفض هذه السلطة اللي تسببت في خسارة رهيبة للقضية الفلسطينية على المستوى العربي والدولي. نعم. يعني حماس أضرت بالقضية الفلسطينية أكثر مما تضر بها إسرائيل نفسها، وهي صنيعة إسرائيل الحقيقة في النهاية، يعني هي صنيعة إسرائيل. ما شفناش صاروخ رايح ناحية إسرائيل من ساعة ما جت حماس في غزة، الاتفاقيات أبرمت والصواريخ توقفت والعلاقات ممتازة، لأن هي بتأدي دور هائل جدا يعني ما كانتش إسرائيل تحلم بيه على الحدود المصرية. يعني الجيش المصري اللي بقاله عقود طويلة بيحارب من أجل القضية الفلسطينية وبيموت آلاف الشهداء، وبندفع ملايين الملايين في التسليح وكل ده علشان خاطر، صحيح علشان خاطر الأمن القومي المصري والعربي والقضية الفلسطينية، لكن دون أن يخترق هذا الأمن القومي المصري أو دون أن يرد إلى مصر الجميل بهذا الشكل. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة مجدة عبد البديع صحفية بجريدة الأهالي، وأتحول أخيرا إلى الدكتور محمد جمعة الخبير في الشأن الفلسطيني. دكتور محمد، الحديث متواصل عن مواقف مصر والأمن القومي المصري وحماس وما تقوم به في قطاع غزة، أو ما تقوم به من اختراق للأمن القومي المصري عبر الأنفاق. صحيح أنها تعلن من جانبها بأنها ليست بالمسؤولة، لكن ربما القوى الأمنية المصرية المختلفة معها ما يدل على هذا الاختراق. رؤيتك للأمر؟ طيب، أولا اسمحي لي أنا أود ابتداء أن أثمن على كل ما ذكر على لساني الصديقين العزيزين الأستاذ طلال عوكل وكذلك الأستاذ المخيمر أبو جعبة. الكل حريص على العلاقات المصرية الفلسطينية، ومن ثم يعني يجب أن يكون واضحا أمرين في البداية. إذا سمحتي بس أنا أحاول أن أصحح ابتداء ما ذكر في هذه الحلقة حكم محكمة عن إيه يا فندم؟ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. نعم. لم يصف حماس بأنها حركة إرهابية، هو تحدث عن الحظر المؤقت لنشاط الحركة في مصر إلى حين الفصل في الدعوة
الجنائية المنظورة الآن إلى محكمة القاهرة محكمة الجنايات، والمتهمة في حماس في اقتحام السجون في أحداث سجون في اقتحام السجون في أحداث. نعم، هي متورطة في قضية التخابر أيضا، وهي جزء لا يتجزأ من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت بأنها جماعة إرهابية أيضا وفق القرار السياسي المصري. سيدتي أنا أحدثك على منطوق الحكم. نعم، أنا أتحدث عنه وبالتالي أوصف منطوق الحكم بدقة. نعم، بشكرك على التوضيح. نحن نتحدث عن حكم قضائي. نعم، ابتداء. نعم، بشكرك على التوضيح، لكن ما يخص القضية التي نتحدث عنها تحديدا الآن. الآخر، الجزء الآخر سيدتي، نحن أولا مصر كبيرة، وبالتالي يجب أن نحرر خلافاتنا مع حركة حماس. والحقيقة طبعا ابتداء أود أن أوضح إنه بالتأكيد وللأسف الشديد كل نمط الاستجابات الحمساوية تجاه تطورات الداخل المصري لم تلتزم فيها حماس الحياد وأن تنأى بنفسها، وإنما هي ساهمت طواعية أن ينتقل نظامها في علاقته مع الدولة المصرية من خانة الكيان غير الحليف إلى الكيان شبه المعادي. هذا يجب أن نسلم به ابتداء، لكن في كل الأحوال هذا لا يعني أبدا ألا نسعى جميعا إطلاق من مصر الكبير، ألا أن نسعى جميعا إلى أن نحرر علاقات الدولة المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين وتجاه حركة حماس من بعدها الإخواني، ناهيك عن يعني أنه هذا الخلاف بالتأكيد ليس له علاقة أو أنه ليس على أرضية المقاومة بأي حال من الأحوال، لأن الدولة المصرية ليست ضد المقاومة. نعم، لكن عن أي مقاومة نتحدث؟ هذا هو السؤال. الأمر كله يتعلق بدرجة كبيرة بالتأكيد سلوك مشين يتورط به بعض الفلسطينيين كما يتورط به بعض المصريين. هذا السلوك المشين للأسف الشديد يعاني مغبته كلا الشعبين الشقيقين المصري. أنا بشكرك على هذه الرؤية التوضيحية، جزيل الشكر لسيادتك الدكتور محمد جمعة الخبير في الشأن الفلسطيني. دعوني أتابع أيضا بعض الأراء التي وردت عبر عدسة البرنامج في الشارع المصري حول ذات الموضوع. لا ما اعتقدش انه ينزل بحرف ثالث، لا ان شاء الله الامور هتتعدى على خير وما فيش هيبقى حروب باذن الله. لا، امر مستبعد ان في حرب ثالثه تقوم ان شاء الله في غزه، الامور هتستتب. وبعدين احنا شايفين الاوضاع يعني ما بين حركه حماس وما بين غزه وما بين فتح، ان الامور ما بينهم وما بين اسرائيل يعني امور عاديه جدا وطبيعيه، يعني دول هم اساسا يعني نالوا ارهابهم وحربهم لينا احنا هنا في مصر. لا ما اعتقدش الموضوع يوصل لحاله حرب، بس المفروض يكون في حل من الدول العربيه، ان ما ينفعش الوضع يفضل في غزه كده ما بين لا سلم ولا حرب، المفروض يبقى في حل، لان هم في دلوقتي في حاله مقاومه الاحتلال، لازم الاحتلال ده يلاقوا له حل. ما ينفعش يبقى الوضع كل الدنيا كلها مشغوله باوضاعها الداخليه ومدين ظهرهم لغزه. غزه دلوقتي لازم تشوف حل ليها، ولازم يبقى في وضع يقدروا ان هم يحلوا بيه المشكله اللي بتحصل هناك، والاولى ان هم يحلوا كمان مشكله حماس مع فتح. اول ما بتتحل المشكله دي يبتدوا يوجهوا كل مجهوداتهم ان هم يواجهوا الاحتلال اللي هم تحته، وان شاء الله ربنا ما يجيبش حرب تانية ان شاء الله باذن الله. ما توقعش ان يحصل حرب، خاصه يعني توترت الانباء ان هيتم تدخل ما بين مصر والتنسيق مع الجهاد عشان التوصل مع اسرائيل لهدنه ما بين. يا ربنا يستر، لان انا يعني مش عارف الوضع هيبقى ايه بصراحه يعني، فهو ربنا يستر على غزه بجد، ربنا يستر. هو ممكن يكون بحرب، هو اكيد طبعا في كل الحاجات اللي بتحصل في غزه او في سيناء او في نواحي سيناء وغزه ده بيرجع بالسلب على الشعب الفلسطيني. طبعا الشعب الفلسطيني ملوش اي ذنب في حاجه بتحصل دي، سواء كان مثلا دروب واقع ما بين الحكومه والجيش والنظام اللي هنا في مصر دلوقتي وما بين ايا كان تيار او فصيل سياسي، سواء كان اخوان او جماعات تحت بتتحارب او بتعمل عمليات ارهابيه تحت ايا كان مسمى او معتقداتها او افكارها ايه. احنا كل الفكره اللي بنتكلم فيه ان هو ما ينفعش اي حاجه تحصل دلوقتي، لان الشعب الفلسطيني الحر اللي هم اهالينا دلوقتي
مش مستاهلين اي حاجه او مش مستحمين اي حاجه من قبيل سواء تهديدات او ايا كان من لوبي الصهيوني اللي بيعمله. لا مش للدرجه دي يعني، برضو مهما كان العرب متعاطفين مع بعض وعمرنا ما هنسيب لغزه بالطريقه دي، مش للدرجه دي يعني. وبعدين احنا صحيح حماس واللي بيحصل والكلام ده كله، بس مهما كان احنا متعاطفين مع القضيه الفلسطينيه من زمان ودي حاجه معروفه، مش للدرجه دي يعني. إذن هذا هو موقف عينة من الشارع المصري، والخلاصة هو التعاطف مع القضية الفلسطينية مهما تقوم به حماس من اختراق للأمن القومي المصري. دعونا نتابع أيضا بقى من أراءكم المختلفة مع زميلتي أسماء حسن. إليك أسماء. بالفعل هبة، ما زالت التعليقات والمشاركات ترد إلينا حتى هذه اللحظات، ونبدأ مع يسري سيد يقول في طي رسالته: قضية غزة قضية رأي عام عربي، لكن للأسف جميع الدول العربية مثل النعام تدفن رأسها وتنكر وجودها برغم وضوح أركان جريمة الكيان الصهيوني وثبوت بصمات ودلائل الغزو الغاشم لغزة وتهويد القدس وتغيير ملامح فلسطين وتهجير أهلها. ستظل الأزمة ليوم الدين إلى أن يجتمع العرب إيد واحدة لمواجهة إسرائيل وأمريكا. أيضا يعقب على سؤال حلقة اليوم هاني ويقول: غزة من زمان وهي محل نزاع وصراع ولابد من تدخل الحقوق الدولية. أحمد رفاعي يعقب على سؤال حلقة اليوم ويقول: إذا كان هذا التصعيد سوف يؤدي إلى الحرب فيجب على كل الدول العربية أن تتكاتف مع بعضها وتتعاون وتبذل قصارى جهدها لوقف هذا النزيف المستمر بحرب أو بدون حرب، فهذه البلد ليست محلا لما يحدث فيها الآن. كان هذا الجزء الثاني من التعليقات والمشاركات التي وردت إلينا خلال موضوع حلقة اليوم، وتحول مرة أخرى إلى هبة لإنهاء هذه الحلقة. إليك هبة. أشكرك أسماء وأشكركم على المشاركة. انتهت حلقة اليوم من همزة وصل، لكن في الغد حلقة جديدة وفريق عمل آخر نتحدث فيها عن شأن المرأة المصرية وكيفية مشاركتها في الحياة السياسية القادمة في مصر، خاصة ونحن مقبلين على استحقاقين: انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية. شكرا لكم وإلى اللقاء.